اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن عدوهم. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في تاريخ 10/9/2012 حصلت أول عملية للمقاومة الإسلامية في البحرين. أثر هذه العملية، كانت العملية الأولى، أثر هذه العملية خرج الطاغية حمد بخطاب يهدد ويتوعد بإنزال أقصى العقوبة في حق المرتكبين لهذه العملية. بعدها مباشرة بساعات تم إحاطة المنطقة بعشرات الآليات والمدرعات، وفي الليلة الأولى اقتحموا حوالي أكثر من 45 منزل. اعتقلوا في الليلة الأولى 4 أشخاص وطلعوا يعني بدون ما يعتقلون بقية الشباب المطارع. تم اعتقالي في اليوم الثاني، أخذوني إلى مبنى التحقيقات السيء الصيت واستقبلوني في التحقيقات الجنائية. أول ما استقبلوني كان الجلاد فواز العمادي يتكلم وياي، يقول لي تدري أنت شنو متهم فيه؟ قلت له لا أنا ما أدري وش متهم فيه، أنا تم اعتقالي من العمل وما أدري. مباشرة أمر الجلاد برفع رجليني وقال علقوني لمدة تقريبا 10 دقائق طريقة الفيلقة، تعذيب على أسفل الرجلين. بدأت أصرخ يعني، أخذوني إلى الغرف الانفرادية بعدها مباشرة دخلت قوات مارست التعذيب من جديد. كل ما بين ساعة وساعتين يأخذوني للمحقق يحققون وياي. استمرت على الحالة لمدة تقريبا 4 أيام. أحد المواقف اللي لفت انتباهي إن في هالفترة، فترة وجودنا في الغرف الانفرادية عبارة عن 1.5 متر × 2 متر، سألني وش اسمه. بدأت أنادي الشرطي، أنا ما كنت أدري الحين صبح عصر ظهر، كنت يعني أقول مثلا إذا يتبدل الشيفت ممكن الحين الليل أو هذا، أعرفنا الأوقات. فسألت قلت للجلاد الموجود الشرطي الموجود هنا، قلت شرطي، قال وش تبغي؟ قلت أبغي أصلي. فقال لي ما في صلاة. أنا مباشرة تذكرت قصة أحد الإخوان اللي كان معتقل مع شيخ الشهداء الشيخ علي النجاس، فكان أحد هذا الأخ اللي ينقل إليه يقول طلبت أن أنا أصلي، فالشرطي قال ما في صلاة، نفس العبارة. فرد عليه الجلاد قال له ما في صلاة. فنطق إليهم شيخ الشهداء الشيخ علي النجاس قال دولة إسلامية ما فيها ديمقراطية، سمعنا عنها، ولكن دولة إسلامية ما فيها صلاة، وين صارت هذه؟ احنا في دستور آل خليفة، دستور الكيان الخليفي، ان اول مادة من دستور البلاد بان البحرين دولة إسلامية، ولكن هي الدولة الإسلامية كانوا يمنعون الأسرى من إقامة الصلاة. فترة ما كنا بالمعتقل كنت أحد المرات في الغرفة الانفرادية، كانوا كل ساعتين طيلة هالأربعة أيام يمارسون التعذيب. أحد المرات شفت بقعة دم على صروالي، فكنت أنادي أقول له شرطي، يعني أنا قاعد واضح عزكم الله قاعد أتبول دم. فقال أوه تبول دم. جاء الجلاد عيسى المجالي قال وش فيك قاعد صاروخ؟ قلت له أنا قاعد تبول دم. قال أوه تتبول دم ها، بشوف يعني، وقام يشوف عزكم الله أن أنا قاعد أتبول دم. مباشرة يعني أنا كنت أعتقد بأنه متفاعل وياي بأنه رجال تعبان ودايخ، فقام رفع رجوله
رفع رجوله وهو يصرخ ويضربني منطقة الخصيتين ويصرخ يبول دم يبول دم وقاعد يضحك وأنا كنت أتألم وصارخ. فبعد عذاب يعني لمدة 4 أيام ما كنا نشوف ما كنا نصلي ما يخلونا نصلي ومحرومين. أنا كنت يعني أرفض الطعام كنت يعني بسبب إن أنا أبغي ما أكل ولا أشرب أساس يغمى علي بس أساس أطلع من هذا الجو جو العذاب الموجود. فويش اسمه بعدها عرضوني على النيابة العامة عقب هال4 أيام. طبعا النيابة العامة على أساس إن هي مستقلة بس عن بر أخو بلال يعني ما في فرق تطلع من التحقيقات الجنائية والويش اسمه النيابة مثل شيء. يعني أول ما استقبلني كان رئيس النيابة العامة أحمد بوشيري يعني كان عنده طفاية الجقاير. أول ما دخلت يعني صفعني بها في هني وكان الطفو مال الجقاير كله في وجهي وقام يعني يغلط على المذهب ويا أبناء المتعة يا أبناء مدرويش وكان يقول إن أنتون 4 أيام ما خليتونا ننام. بعدها أصدروا على إن 60 يوم توقيف وعلى أساس يعرضون على النيابة العامة. بعدها نقلوني إلى سجن أسري. سجن أسري أنا كنت أسمع عنه وعبارة عن عنبرين، عنبر للسجناء السياسيين وعنبر للأسرى الجنائيين. هو عنبر وش اسمه سجن أسري. سمعت بأن الشهيد فخراوي ومو الشهيد فخراوي عفوا الشهيد العشيري وشهيد آخر علي جاسم أعتقد أو أحد الشهداء استشهدوا في هذا السجن نتيجة التعذيب وكان جهاز الأمن الوطني يستخدمه لتعذيب المعتقلين. فنقلونا إلى سجن أسري. أول ما دخلت سجن أسري كان الشرطي أول ما سمع بقضيتنا شكله ما في صوت. الشرطي أول ما سمع بقضيتنا بدأ يصرخ في يعني في وجهنا الشعب يريد خليفة بن سلط بن واسمه خليفة بن سلمان. فأنا رديت عليه قلت له نعم الشعب يريد خليفة بن سلطان. فبعدها قام يعني يصارخ علي ودخلوني للعنبر. دخلون العنبر على أساس أن العنبر للسجناء السياسيين. فاكتشفت أن العنبر هو للسجناء الجنائيين. طلبت من وش اسمه طلبت من الشرطي أن ينقلني للعنبر السياسيين. فقال لي راح نعرضك على الرائد الخالدي اللي هو مدير سجن أسري. ودوني للضابط الخالدي قاعد وياي قال لي وش قضية؟ قلت له القضية المعروفة هي حادثة تفجير العقل الأول. فقال لي وانت صق مسوي؟ قلت له وإذا قلت لك أنا مو مسوي انت بصده؟ قال لا طبعا في تحريات في مدري. قلت له أي تحريات؟ قلت له في الليلة الأولى داهموا أكثر من 45 بيت ولا صادوا ولبسوا هذه القضية. يعني حتى المحقق في ديك الفترة كنا نقول له ان فلان ما له يعني ما له بس سوالف هو مسكين من بيتهم لشغله وكذي. قال لي اسمع بقول لك انا ادري ان فلان ما له علاقه ولكن احنا عندنا قاعده الخير خص والشر سوى او ما سوى بنجيبه. وهذا دليل بانهم يعني يهاجموننا ويعتقلوننا بسبب انتمائنا المذهبي. فقال لي الخالدي قال لي وش تبغي؟ قلت له طلبت منه زيارة وطلبت منه ينقلني لعنبر السياسيين. قال احنا ما عندنا عنبر للسياسيين عنبر للجنائيين. قلت وزير الداخلية بعد مثل الشيء يقول ما عندنا سجناء سياسيين. فإذا كان ما عندكم سجناء سياسيين فلماذا الفصل بين العنبرين؟ يعني ليش مخلين السياسيين بروحهم؟ قال هذولا قضايا إرهاب وقضايا. قلت له ما أعلم مو مشكلة انقلني قضايا الإرهاب. نقلوني للقضايا الإرهاب. يعني من قال لي الضابط والتعذيب اللي حصلناه مباشرة يعني وصلت لليقين بأن احنا ما بنطلع من هذا المعتقل.
ولازم أحرر نفسي بنفسي، مثل ما يقول الإمام الخميني: على الشعوب إنقاذ أنفسهم بأنفسهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بدأت أفكر أني أهرب من المعتقل ولازم أخلص نفسي بنفسي، فكنت قاعد في غرفة للاستراحة، فسألني أحد المعتقلين اللي وياي قال لي: وش في قاعد تفكر كذي سارح وهذا؟ قلت: أنا بصراحة قاعد أفكر أهرب. هذا كان الأسبوع الأول من دخولي للسجن أسري. فهو تعرفون الوضع في السجن، هذا يكشخ عليك إنه تبي تهرب؟ إيه. قلت له: إيه أبي أهرب. قال لي: الحين أعطيك الحل أنا. زين، عط روحك الحل، ما عنده الحل روح. فقال لي: تقدر تروح القلعة، سجن القلعة، وتدخل عزكم الله الحمام، وتبطل الجامع، وتطلع من الجامع وتنط سور القلعة. أنا مباشرة بعد صدقته بعد، وقلت له: أوكي يلا. الحين قال، قلت له: الحين بطلب العيادة. فطلبت العيادة، قالوا: الصبح بنوديك. أنا جاء على بالي إن الصبح في موظفين وفي متابعة وما أدري، ما بقدر أهرب، فلازم أهرب الحين. فرحت، أعطوني تحويل للقلعة، رحت عيادة الحوض الجاف، أعطوني تحويل للقلعة، رحت للقلعة، دخلت عزكم الله الحمام، مباشرة ركبت فوق هذا، أسحب في الجامعة ما تتبطل، وقمت أحاول أضغط وما في فايدة. قلت: أوه المشكلة هي شكلها عويصة. فرجعت له، قلت له: إن أنا مو راضية يعني تتبطل الدريشة ولا هذا. قال لي: أنا بس أبي أكتشفك إنك جاد لو مو جاد، تفضل دابح روحي وما أدري وين. بعدها يعني قمت أحاول كل ما بين أسبوعين إن أنا أحاول أطلع، وجتني فكرة إن أهرب من المستشفى السلمانية. مستشفى السلمانية عطوني موعد بعيد، يعني أتذكر كان 11/11/2012، ورتبت أحد الإخوان مع أحد الإخوان احتقلوه لاحقاً إنه يجي يستلمني من بوابة المستشفى السلمانية وأنا بهرب منها. بعد قلت بحاول، أنا كان عندي من مستشفى السلمانية بالإضافة من الشارع العام عند الماحوز، وهي اللي عند الماحوز نجحت. فطلعت يعني ديك الليلة طلبت العيادة، وقلت لهم إن أنا أبغي وش اسمه أبغي أروح للمستشفى تعبان ومريض، فأخذوني المستشفى الحوض الجاف. دخلت على الدكتور، كل ما يلمسني في مكان قمت أصار: قال وش فيك أنت يعني مريض كذي؟ قلت: إيه ما أنا. قال: إياك سكلار. قلت: لا مو ياي سكلار، قلت: عندي سخونة داخلية وكذي. فقلت له: أبغي تحويل للسلمانية الحين. قال: لا إحنا ما نعطيك تحويل للسلمانية، نعطيك موعد للسلمانية. قال: إذا تبغي تحويل بنعطيك الحين إلى القلعة. فقلت له: مو مشكلة يعني أعطني تحويل للقلعة. فصعدت الباص، أنا جاء على بالي إن لازم أرمي نفسي من الباص، ولحسن حظي يعني كان الباص وإيش اسمه ما في حدايد أساس حاجز على الجامعات. فركبت الباص من الجهة، من جهة الأيسر في كرسيين، والجهة جهة الأيمن كرسي، وأنا قعدت في الجهة الأيمن على أساس إن الباص يمشي بشكل بطيء، وبجهة اليمين تطل على الرصيف، فما ما أقدر أقعد على جهة اليسار، لأن إذا رميت نفسي من جهة اليسار يمكن سيارة تجي تدهسني. فأثناء وأنا رايح على وش اسمه على الماحوز، قلت إن شاء الله بس ما يودوني على النادي الأهلي، والحمد لله ما ودوني على النادي الأهلي، مريت على الماحوز. وأنا رايح للماحوز اكتشفت إن في نقطة تفتيش ثابتة، أنا نسيت يعني راحت عن بالي، صوب إشارة الماحوز من صوب السفارة، أعتقد السفارة المصرية أو البريطانية موجودة هنا سفارة، كان عندي إشارات الماحوز. فقلت: أوه يعني من وين أطالع، يعني من وين أطالع علي وش اسمه نقطة التفتيش. بعدها قمت أطالع الشارع يعني بس أنتظر توقف الإشارة برمي نفسي. شفت يعني الإشارة كانت خضراء والرصيف يبين إنه سريع، يعني خفت ونامت رجولي، قلت ما يعني ما إذا أرمي نفسي يمكن أموت. رحت للقلعة، وصلت للقلعة، من وصلت للقلعة بدأت أعاتب نفسي: ليش ما رميت نفسي وليش ما هذا؟ ف
فانتظرنا، كان الدكتور يوصل الساعة 9:30 أو 9 كذي، وكنت أنا وصلت القلعة الساعة 7:30. فقالوا لنا وش اسمه، قالوا لنا الدكتور بيوصل الساعة 9:30. هذا الباكستاني اللي وياي قال لي إذا هذا بكرة بنجيبك الحين الساعة، أنا الساعة 8 يخلص دوامي. قلت له أنا مو مشكلة، بس خليه يعطيني موعد الصبح، منها حاول الحين وحاول الصبح، إذا ما هربت الحين أحاول الصبح. قال لي تمام. فأثناء ما كنت راجع قعدت بجهة اليمين، توه بقعد صوبي، بعد أنا عصبت على قتال أقعد صوبي، قعد قدام، فقعد قدامي على الكرسي الصغير. أنا بعد قمت حطيت إيدي وأدلك رقبتي وراسي ونسمت على الدريشة شوي، وهو مستانس على أساس أنه مرتاح. وأنا رايح إلى على عند الإشارات الماحوز، كانت أطلع الإشارة كانت خضراء يعني من بعيد، بدأ يخفف، صارت بعدين حمراء، صارت حمراء قام يخفف. ويوم ما وصلنا عند نقطة التفتيش كان السرعة ما بين 40 و50، هو ضارب بريك، صارت مرة واحدة خضراء. أنا مباشرة يعني فتحت الدريشة وفلت يعني رميت نفسي، يعني كان بيني وبين نقطة التفتيش تقريبا 5 متر. وأثناء ما رميت نفسي من الدريشة جود رجولي اليسار وقمت يعني أرامح ويرو وطحت على الرصيف، وأنا مضروب كنت مقيد بالأفكاري. هذا ما نقطة التفتيش كان منصدم يعني من الموقف، وسيدي رفع سلاحه يعني قال لي وقف. أقول في قلبي أنا رامي نفسي عشان أوقف لك. شفت الباص واسمع أهران، بس كنت في عالم ثاني يعني ما كنت أشوف الشارع ما أشوف شيء. فبدأت أجري في الشارع بدون ما أشوف أحد، يعني حتى السيارات يمكن لو ما طالحت يميني ولا يساري السيارات. فكان أحد الشرطة كان قريب يوصل إلي ويعتقلني، يعني باقي مسافة بس بسيطة تقريبا 1 متر أو 1.5 متر يعني. أنا فسخت نعال وقمت أركض وأنا مقيد، ودخلت داخل الماحوز فشافوني بعض الأطفال، فقالوا لي من الدهشة وشافوا شرطة وراي فقال لي تعال ماتم. أنا صرخت عليهم كلام لا حد يجي وراي يلا روحوا. فدخلت بين في زرانيق الماحوز وشفت، كنت يعني ناوي أروح بيت أحد الأصدقاء، شفت حزتها طفلة ومع أبوها، فسألني يعني وش قصتك. فقلت له أنا، قلت له عندك مكان بس الفترة بسيطة؟ فقال لي وش اسمه، قال لي إيه إن شاء الله ادخل داخل وبجيك أنا. فجاي إلي وبعدها الحمد لله تيسرت الأمور، طلعت في اليوم الثاني من منطقة الماحوز والحمد لله وصلنا بالسلامة للجمهورية الإسلامية. وختاما نشكر الإخوان القائمين على الفعالية، ونسأل الله بأن يتغمد أرواح الشهداء برحمته الواسعة وأن يفرج عن أسرانا.